سنأخذكم في رحلة للتعريف بالورد وحكايته الذي أثبت وجوده بقوة بين الروائح وحظي بمكانة تاريخية مهمة ويعد مصدراً للفخر في بلدنا. هيا بنا. نحن كشركة تصنيع، عندما نقوم بتصميم رائحة خاصة، يجب أن نلتزم بأخذ الزيوت المستخدمة من أفضل مكان متواجدة فيه في العالم. الباتشولي تعد من أفضل أنواع النباتات في الهند، لذلك نحضر هذه النبتة من الهند. الخزامة تنمو بشكل أفضل في إيطاليا، لذلك نحضرها من أفضل مصدر لها وهو إيطاليا. ينطبق هذا على الورد، فنحن نأخذ الورد من بلدة غوناي كينت التي تعرف بإنتاجها لأفضل أنواع الورود في العالم، لكي نصمم العطور باستخدام زيت هذا الورد. يتميز ورد إسبارتا عن غيره من أنواع الورود بنسبة الزيت المرتفعة فيه، ويتم قطافه خلال 30 أو 60 يوماً ليتم استخدامه تجارياً على شكل زيت أو ماء ورد، ويستخدم بشكل أساسي في الأغراض التجميلية. إن أهمية الورد في إسبارتا لا مثيل لها، لذا سنلخص لكم الفترة الممتدة من الأسبوع الأول وحتى الأخير من شهر حزيران، ونحن كما ترون نجمع الورد بأيدينا ونقوم بتقطيره ونخرج ماءه ثم نقوم باختباره، وبهذه الطريقة نحن نبذل جهدنا لكي نقدمه لكم بأفضل ما يمكن. توجد هنا شركات تضامنية جيدة واتحادات تعاونية تقوم بعمل جيد، حيث تستخرج زيت وماء الورد، وجميعها لها مصانع، ولكنني أفضل أن أقوم بقطف ورودي وجمعها بنفسي. كلما قمتم بتقطير الورد الذي تقومون بجمعه خلال وقت أسرع، كلما حصلتم على ناتج أفضل. إذا قطفت الورد صباحاً وتركته حتى المساء، فإنه وبسبب تأثير الحموضة ستتغير رائحته وطعمه، ويستطيع الخبراء في هذا المجال معرفة ذلك بسهولة كبيرة، لذا تقطير الورد بعد قطافه بوقت قصير أمر مهم جداً. جمع الورد باليد له أهميته، لأن هذا يمكنكم من انتقائها واختيار المتفتحة وفصلها عن الورود غير المتفتحة، ومن ثم الحصول على ماء ورد جيد منها.
تعرفت إلى زراعة الورد بين سني 5 و6 في حديقة منزلي جدي، وجدتي هي من علمتني القطاف، وبعدها خلال فترة شبابي أصبح لدى والدي حديقة، كنا نقطفها ونعتني بها كثيراً، لذلك نعتبر أن هذا الورد بمثابة ميراث بقي لنا من أجدادنا. بدأت بهذا العمل منذ صغري حتى وقتنا الحالي، وعرفت أولادي إلى هذا العمل، ونحن نقوم الآن بهذا العمل بكل حب، لأن بركته ورائحته وخبزه رائعون جداً. وأكثر ما يؤثر بي شخصياً هو المكانة المعنوية للورد الجوري. إذا سألتموني السبب، لأن الله تعالى أنبته من أثر رسولنا الكريم، فقطرة العرق التي سقطت من جبين رسولنا على الأرض تحولت إلى ورد جوري، فهذه الوردة تذكرنا برسولنا الكريم في كل مرة نقوم بقطفها. للورد قيمة معنوية لدينا، فأيدينا على الرغم من أنها مجرحة بالأشواك وأجسادنا محترقة تحت الشمس، قلوبنا سعيدة، نحن نحب الناس، وهذا هو انعكاس قيمة الورد المعنوية علينا. الورد يتواجد أيضاً في قبر يونس إمري، ويأتي الكثير لزيارته من كل مكان، لأن هذا المكان روحي ومبارك، أصبح مقصداً مهماً للسياح والأجانب حتى. سأخبركم عن قصة حب ليست قصة قيس وليلى، إنما قصة البلبل والوردة. كانت الوردة والبلبل عاشقان، ولكن البلبل لم يرها ولا الوردة رأت، أغرم برائحتها وهي أغرمت بصوت البلبل، وكلاهما انتظر اللحظة التي سيلتقيان بها. ولكي يتمكن البلبل من رؤية الوردة غرد كثيراً حتى شعر بالتعب الشديد، وكانت كلما سمعت صوت البلبل كلما عشقته أكثر، لكنها انتظرت تفتحها بعد أشراق النهار لكي تظهر أمامه بأجمل حلة. لكن البلبل تعب من التغريد ومن كثرة الانتظار، ولم يعد يحتمل، فقد الأمل وطار. وبعد أن طار أتى النهار وتفتحت الوردة وحاولت أن تظهر نفسها للبلبل بأجمل شكل، ولكن للأسف كان البلبل قد طار وابتعد. وهذه الحكاية مشاهدينا كانت تتكرر هكذا كل يوم، واستمرت إلى يومنا هذا. عندما نقول رائحة الورد يعتقد بأننا نتحدث عن شيء واحد، لكن في الحقيقة هو عبارة عن بنية متعددة ككل المواد. وعند قول بنية متعددة فأنا أقصد أن هناك في الحقيقة 550 جزيئاً مختلفاً مجتمعين معاً في الورد بنسبة محددة، ونحن كبشر لا نستطيع تمييز كل هذه الجزيئات، لأن قسماً منها يقع تحت العتبة الحدية للإحساس لدينا. فمجرد إحساسنا بحوالي 40 جزيئاً منها فقط عندما نشتمها يكفي لإعطائنا رسالة بأنه ورد. عندما نشم رائحة للمرة الأولى تتشكل بطاقة ذاكرة لهذه الرائحة في عقولنا، وسبب إعادة استدعائنا لبطاقة الذاكرة التي تشكلت في عقولنا عندما نشتم وردة هي تلك المجموعة من الجزيئات التي قمنا بذكرها، وهي التي تعطي للورد رائحة تميزه عن غيره من المواد. ويجدر بالذكر أننا لا نستخدم الورد بحد ذاته في العطور أو المستحضرات، إنما نستخدم زيته أو ماءه. فرائحة الورد التي تشتمونها في الحديقة تختلف عن رائحة زيت الورد، لأنه يوجد بينهما عملية يخضع لها الورد، وهذه العملية تدعى التقطير، ومن خلالها يتم الحصول على زيت الورد الطبيعي. ولنقوم بعملية التقطير نعالج الورد حرارياً في مراجل نحاسية، وبنتيجتها تتحول الجزيئات التي في الورد إلى حالتها السائلة، ثم تصل إلى الحالة التي يمكن لنا استخدامها كزيت. أود أن ألفت أنظاركم إلى وجود فرق بين رائحة الورد الموجودة في الحديقة ورائحة زيت الورد، حيث قمنا بوضع بطاقة تعريف تؤكد أن المحتوى ورد، لأننا قربنا بين الرائحتين، ولكن هذا التقريب سيزول. وبسبب التركيبة الحامضة لزيت الورد ندعو زيت الورد الذي ارتفعت حموضته بماء الورد، لكن هذا يصبح مادة اصطناعية.
سأتحدث عن استخلاص ماء الورد الطبيعي. صباحاً يبدأ القطاف قبل الساعة الخامسة حتى الساعة العاشرة، أي يتم جمعها خلال 5 ساعات ويتم نقلها بشكل سريع إلى حيث سيتم تقطيرها. نحن الآن في بيت العم دورموش من أجل متابعة عملية التقطير في بيت الورد هذا خلفي. هنا ستتم عملية التقطير. أود أن أشرح، ولكن بوجود الخبير لا داعي لشرحي، بل سأكون مساعدة، فهو يعمل بهذا المجال منذ 30 سنة وبكل محبة، ويعطيها كل وقته ومن دون غاية تجارية، لذلك يستمتع كثيراً بعمله. أريدكم الآن أن تشاهدوا العملية التي يتبعها وأن تسمعوا الشرح منه تحديداً. أحضرنا الورود التي تم جمعها من الحقول، وسنستخلص منها الماء في أوعية سوداء نسميها بالمراجل باستخدام التقطير على الطريقة التقليدية. قمنا بإفراغ الورود في الوعاء من الأعلى وأضفنا إليها الماء. 40 كيلوغراماً من الورد أضفنا إليها 3 أضعاف من الماء وقمنا بإغلاقه بإحكام. والآن قمنا بإشعال النار وندعه يغلي. سيصعد البخار بعد الغليان، وبتأثير الضغط سوف ينزل إلى الحوض. وبتأثير الماء البارد في الحوض سيتكاثف وينزل كقطرات. حصلنا على ماء وزيت الورد بتقطير المعادن الموجودة في الورد من خلال البخار داخل الزجاجة. المنتجات التي تصنع بعد التقطير ماء الورد، المربى وخل الورد. غالباً ما تجدون ماء الورد معبأً بعبوات تباع بسعر زهيد، مما يشكل ضرراً كبيراً من ناحية تسويق ماء الورد والحصول على العلامات التجارية، لأن بيع ماء ورد طبيعياً بسعر زهيد غير ممكن. ربما تكون هذه العبوات محضرة بطرق صناعية، وما هي هذه الطرق؟ بحال عدم بيع زيت الورد من محصول قديم أو في حال تعرضه للشمس أو الحرارة نتيجة عملية التحميض، يقوم التجار بأخذ هذا الزيت وتحويله إلى ماء الورد بإضافة نسب محددة مع مركبات كيميائية، وبهذا ستحصلون على منتج بعبوات رخيصة، ولكن لا يمكن شربه لأن ماء الورد هذا مزيف ولا يمكنكم استخدامه على جلدكم بغرض الترطيب. إذن هو كسعادة صغيرة يمكن شراؤها بسعر رخيص، لكن لن تجدوا فيها الفوائد المرجوة. يجب أن يكون ماء الورد الذي نستخدمه طبيعياً ولا يحتوي على أي مواد كيميائية. أنصحكم بأن تكونوا حذرين جداً بهذه النقطة، وبفضل محتواه الغني بالفيتامينات فهو يعد مضاد أكسدة، وبحكم كونه مضاد تعفناً ومضاداً جرثومياً أيضاً، يمكن أن نستخدمه في الوقاية من العدوى والمعالجة أيضاً. يساعد ماء الورد الطبيعي على التقليل من الإحمرار أو الانتفاخ الذي يمكن أن يصيب جلدنا لأي سبب، وهو مرطب مثالي للبشرة، ويمكن أن نستخدمه لمنع ظهور التجاعيد ولمكافحة الشيخوخة ولمنع تشكيل خطوط جديدة.
هنالك إحدى الشخصيات التي اشتهرت بسبب زواجها، لكنها شخصية مهمة في عالم الورد، وهي جوزيفين ماري روز دو بوارني، يعني جوزيفين بونابارت، زوجة نابليون بونابارت. وحتى لو كنا نعرفها على أنها زوجة نابليون بونابارت، فإن السيدة جوزيفين في الحقيقة تعرف أيضاً بلقب راعية الورود. عندما قام نابليون بونابارت بحملة على مصر، قاموا بشراء قصر مالميزون، أو يمكننا القول اشترته جوزيفين بونابارت زوجة نابليون، وحينها قامت ببناء حديقة القصر من جديد، وقامت بزراعة الورد الجوري، وقامت بتوظيف عدد من متخصصي البستنة، وأحدهم كان أندري دوبونت. يعد العالم مدينًا بالكثير لأندري دوبونت، لأن معظم عمليات التهجين الحديث للورد، والتي تمت من خلال التلقيح الاصطناعي الخاضع للرقابة وليس بالشكل الطبيعي، قام بها أندري دوبونت بناءً على تعليمات من جوزيفين بونابارت. هذه السيدة كانت أول امرأة تفتتح معرضاً للورد، كما أطلق عليها لقباً تاريخياً وهو راعية الورود. وبالرغم من أننا نعرف جوزيفين على أنها زوجة نابليون، إلا أنها اشتهرت بهذه الميزة، حتى إن هذا الأمر دفع نابليون الذي لاحظ اهتمام زوجته بالورد إلى أن يتفق مع أعدائه على الرغم من حالة الحرب التي كانت بينهم، للسماح للسفن التي تحمل غراس الورد بعبور الحصار دون مشكلات. المهم أن يتم تسليم غراس الورد لجوزيفين. أحضر زيت الورد إلى أسبارتا عام 1888 من قبل مفتي زادة إسماعيل أفندي، الذي أحضره من مدينة كازانلاك في بلغاريا، وقام بصناعته بنفسه عام 1892. وفي فترة الدولة العثمانية تم بذل جهد كبير في مجال صناعة زيت الورد، لكنها لم تنجح. هنالك الكثير من الذين نجحوا في صنع ماء الورد لكن لم ينجحوا في مجال إنتاج الزيت، لذا سنقول إن المرة الأولى كانت من قبل مفتي زادة إسماعيل أفندي باستخدام أدوات شبيهة نوعاً ما بالأدوات المستخدمة اليوم، أي بمراجل بسيطة بدائية، وتم إنتاج أول زيت ورد. وبعد ذلك استمر إنتاج زيت الورد لسنوات طويلة بمثل هذه الطرق. وهذه الحالة المذكورة رصدت في سجلات الأرشيف. محمد عزة أفندي ابن مفتي زادة قدم طلباً للدولة بخصوص موضوع عدم تحصيل رسوم جمركية منه عن زيت الورد الذي أنتجه، وبعد ذلك تم تقديمه للسلطات المختصة، وبعد أن حصل على الموافقة من قبل الصدر الأعظم تم نشر الفرمان للسلطان، وذلك في عام 1895. والذي فهمناه من هذا الفرمان أنه تقرر عدم تحصيل رسوم جمركية عن زيت الورد الذي تم إنتاجه من قبل محمد عزة أفندي. إن الفرمان الذي أصدره السلطان عبد الحميد الثاني في العام 1901 كان خطوة مهمة في تطوير صناعة زيت الورد. أحضر غراس الورد من كازانلاك، ومن ثم قام بتوزيعها على أهالي أسبارتا كما فعل في أماكن كثيرة من البلاد، ونجد هنا فرماناً يتضمن أمره المتعلق بتوزيع هذه الغراس. ولمواجهة المشكلات المالية، بدأ منتجو زيت الورد في أسبارتا بالتوجه إلى الأسواق الخارجية آنذاك، وكما دخلوا إلى الكثير من الدول والمدن كبلجيكا ولندن وباريس، تلك التي تحتوي على مراكز التجميل، وغيرها الكثير من المدن والدول. في هذا المجال كان الداعم الأكبر للمنتجين حينها هو النظارة الخارجية العثمانية، أي وزارة الخارجية، التي اهتمت كثيراً بالموضوع وقامت بتجهيز مراسلات عديدة بهذا الخصوص. وبحسب الوثائق فقد نجح قسم من هؤلاء المنتجين في مجال البيع والتصدير، كما نرى أيضاً وثائق عديدة تظهر أن كثراً فشلوا. نجد كل هذا في الأرشيف العثماني.
ذكر أن وزارة الخارجية العثمانية قامت بوساطات كثيرة بخصوص موضوع التصدير إلى مراكز تجميل عالمية، ويمكننا رؤية الوثائق في أرشيفنا العثماني التي توثق مراسلات متعلقة بالموضوع. في عام 1880 ومع ظهور صناعة هذه الروائح وتكون العلامات التجارية، بدأت حينها بعض الأسماء مثل أحمد الفاروقي وحسن شوقي بتأسيس علاماتهم التجارية الخاصة. تم إنتاج ماء الورد بعلامات تجارية مختلفة منذ نهاية العصر العثماني وحتى الآن، وبمرور الوقت استخدم الورد وماء الورد المرغوب بكثرة بالطبع. وهذا الاستخدام المفرط أدى إلى ظهور فن جميل وهو صناعة قماقم ماء الورد الرائعة، وذلك لحفظه وتقديمه بأفضل شكل ممكن. تعد قماقم بيكوز المصنوعة من الزجاج من الآثار في تاريخ صناعة الروائح بشكل عام. لدينا هنا قمقم كريستالي مصنوع من زجاج بيكوز، وقد انتشر استخدام ألوان مختلفة في تلك الفترة، علماً أن تطبيقها أمر صعب. لدينا لون أزرق فاتح والأزرق الغامق وكريستال أسود كما ترون. أهم ما يخطر في البال عند ذكر الورد بماذا سوف نقدمه. بالإضافة إلى القمقم، هناك أداة أخرى لا يمكن الاستغناء عنها وهي المبخرة. المبخرة والقمقم تتواجدان على شكل أطقم كهذه، وقد كانت تزين أجمل الزوايا في البيوت. الأشخاص في عمر 50 و60 يتذكرون أن ماء الورد كان جزءاً مهماً من حياتنا، وكان يقدم دائماً في الموالد والمناسبات الخاصة وللضيوف القادمين لزيارة الأشخاص العائدين من الحج. إن للورد مكانة خاصة في ثقافتنا، وقد وصل إلينا من مصدرين. الأول هو المصادر الإسلامية، لأن الورد هو رائحة رسولنا الكريم. أما المصدر الثاني هو المصادر العثمانية، وإذا بحثنا عن هذه النقطة سنجد أن للورد قيمة كبيرة. فنلاحظ وجود ماء الورد بشكل تقريبي في كل أنواع المشروبات في ذلك الحين، واستخدمت أوراق الورد مع ملح الليمون أو السكر، وأيضاً كانوا يستخدمون الورد في صنع الكثير من الحلويات، كما أن حلوى الجولاتش التي كانت تقدم في رمضان كانت تصنع بالكامل من ماء الورد. وهناك عادة عثمانية وهي أن كل أنواع الحلوى كانت تقدم حينها في صحون مغسولة بماء الورد. استخدم ماء الورد في الطب العثماني كمهدئ بفضل رائحته وعطره، وهو أيضاً لم يقتصر على ذلك بل استخدم كدواء، فهو مفيد ويعطي رائحة منعشة ومريحة للقلب. لدينا نوعان مختلفان من الورود، وذلك بالاعتماد على لونه، لذلك لدينا الأبيض والأحمر. حسب الأسطورة فإن النوع الذي وجد أولاً هو الأبيض، لكن ما السبب؟ لأن أفروديت تولد من أمواج البحر، وعندما تصطدم هذه الأمواج باليابسة تتحول إلى ورود جورية بيضاء. وبالنسبة إلى الورود الحمراء، تقول الأساطير اليونانية القديمة إن ظهور الورد الأحمر كان من خلال أفروديت أيضاً، حيث كان هنالك أدونيس كما تعرفون، وهو ابن ميرا. وكان شاباً جميلاً، وأعجبت أفروديت بهذا الشاب كثيراً، وقد وقعت في غرامه.
ولكن لكي تصل إليه قدمته هدية لبيرسيفون وهو إلههما تحت الأرض. لكن الأخير وقع في حبه أيضا وكان يمتنع عن إخراجه إلى الأعلى، أي أنه لم يكن يرسله لأنه كان إله ما تحت الأرض، فقد كانوا يعيشون تحت الأرض. ونتيجة خلافات بسيطة كانت تحصل، اضطروا حينها للذهاب إلى زيوس، فقال زيوس إنه يتوجب على أدونيس أن يبقى 3 أشهر عند بيرسيفون ويبقى 3 أشهر أيضا عند أفروديت، وفي الأشهر المتبقية يستطيع أن يأخذ فيها القرار الذي يريده. ولكن عندما قرر أدونيس أن يبقى 6 أشهر المتبقية بجانب أفروديت تعقدت الأمور قليلا. ولكن خلال هذه الفترة أيضا كان هنالك طرف آخر يحب أفروديت وهو آريس، وكانت تجمعه علاقة بها. وتقول الأسطورة أن آريس شعر بالغيرة منه، فقرر حينها ارتداء زي خنزير بري متوحش، وعند دخول أدونيس في غابة ذهب خلفه وقام بمهاجمته. وعندما سمعت أفروديت بهذا الهجوم ركضت خلفه لكي تنقذه، لكنها للأسف لم تتمكن من إنقاذه ورأت أنه قد مات، لكن بعض الأشواك علقت بقدميها خلال ركضها، وكانت الدماء التي تقطر من قدميها المجروحة تتساقط على الورود البيضاء الموجودة في الأرض هناك، وهكذا ظهرت الورود الحمراء. حكاية الورد ومائه الذي يستخدم في مجالات كثيرة ويعتبر رمزاً للروائح الجميلة ممتعة إلى حد كبير. نعرف أن الكثير من الكلام الجميل والتواريخ الجميلة ستكتب. هذا المشروع هو البداية فقط، وأرجو أن نتمكن من لقائكم مع أنواع أخرى كالباتشولي والعنبر. ما النوع الذي تفضلونه أنتم؟ طاب يومكم.